عمري في حبيبي. سكوت رح تفيقه. والله مالي قلب اتركه. معناها خليك معه وقعد ولا عيب ابنك. ما بدي روح شوف سمر ويضل بالي مشغول عليه. بتعرفي بكرة عدنان بيك مسافر، رح نجمع الموظفين ونحكي بالشغل. بعرف حبيبي عم بمزح معك. أنا رح أفتح. ماشي. أهلا وسهلا ماما. صباح الخير. منيح إجيتي، شفتي أمي بتضل هون. صباح النور. خلص إذا بدك روحي، أنا بضل هون بالبيت. نهاد رايح على الشركة وأنا بدي أشوف سمر، بس ما بدي أعزبك فيه. معناتها لا تغيروا مخططكم. بس أمي، أنت منيحة؟ أكيد، كنت عم بتمشى وقلت خليني أمرق وأشوف حفيدي. بس وشك مصفر؟ كنت قلقانة بالليل وما نمت. يلا ابني روح بلا ما تتأخر. لكن لا تروحي لحتى نرجع، نتعشى سوا. ما فيني أتأخر، يلا روح هلا ومنشوف. بخاطرك أمي. مع السلامة حبيبي. يلا حبيبتي. مع السلامة، سلم على عدنان بيك. الولد نايم؟ ايه نيمته قبل شوي. انتي فطرتي ولا لسه؟ ايه فطرت. شو رأيك بفنجان قهوة لكان؟ هلأ بيت سمر رجعوا شي؟ انتي متأكدة انك منيحة؟ شوفي لا تأخذيني، بس انا تعبانة كتير، حاسة حالي اذا ما حكيت مع حدا رح انفجر. من امبارح وأنا متضايقة كتير يا بيسان، كتير. حياتي شو صاير معك؟ حلمي عم يخونني. الله يخليكي لا تقولي له لنهاد. لا أكيد ما رح أقله. أنا كتير متضايقة، كتير انجرحت. هالشعور كتير قاسي، كتير تعيس، شي فظيع. ما كنت بتصور يصير معي هالشي بنوب. عن إذنك لحظة، هاي أختي سمر. ألو؟ بيسان خلصت من الجمعية، وين رح شوفك؟ يعني أنا ما فيني إجي سمر هلأ. خلص رجاء روحي. شو صار؟ الماما أروى قاعدة عنا. رجاء بيسان لا تخليني ازعل منك. بيصير هيك شي؟ هاي دقيقة سمر، انا رح اتسلم على الولد شوي وبطلع، اصلا بدي غير جو. الو؟ لك شو عم بيصير؟ ماشي انا جاي. وين بدك شوفك؟ ماشي جاي فورا. بس والله ما حلوة روح. روحي يا بنتي روحي، يلا بلا ما تتأخري على أختك. هلأ لا تاخدي أي قرار بالموضوع، بلكي طلعت هالشغلة مانا عن جد. إن كانت جد ولا لا ما عم بهضمها. والله الحق معك، يا ريت لو فيني أعمل شي لخليكي ترتاحي. أنتي ما قصرتي، حكيت معك وارتحت كتير، وأصلاً ما عاد بدي أحكي بهالموضوع، فيا ريت تنسي اللي حكينا. ماشي انتي لك لك فكر. اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي. اكيد تعذبتي لاخذتي اذن حماتك. سكتي سمر سكتي، مزاجي كتير معفكر. مبين من صوتك بالتليفون. ايه حلمي بيك قال عم بيخونا لأروى خانه. لا تستغربي بنوب لأنه زلمة واطي. القصة أنه حزري مع مين؟ لا تقولي وحدة منعرفها. مع بشرة. أي بشرة؟ لا تقولي لي بشرة مهند. ايه معه.
أنا وعدت أروخانهم إني ما أقول لحدا حتى لنهاد، بس هالشي بيهمكم نوعاً ما مو؟ تفضل يا خانم. يسلموا إيديك. كنت متوقع هالشي، أساساً أنا حاسة إنه هاي البنت كتير خبيثة. طب هي متأكدة إنه هاي بشرة؟ مبارح بالليل سمعتهم وهنن عم بيحكوا بالتليفون، قال في عندها عرض أزياء بإيطاليا الأسبوع الجاي. ومبارحة بشرة قالت هالشي، معقول يكون صدفة؟ أصلاً ما في بالعرض غير 4 عرضات. بس أروى خانم ما بتعرف مين هي بشرة. معناته مبارح بالليل اتحاكوا، شفتي كيف كانت عم تتصرف ببراءة قدامنا؟ رجاءً سمر لا تقولي لحدا ولا حتى لنهاد، بلا ما تصير فضيحة. بس لازم مهند يعرف. بلكي مو نفس البنت؟ خلينا ما نعمل شي بدون ما نتأكد. الله يخليكي، لا تخلي المشكلة تكبر أكثر من هيك. ولا يهمك، أنا رح لاقي شي طريقة لأتأكد. Mm-hmm.